يا حبيب أبوك، تعال أشوف يا بطل. هازان! بيتي! الحقوني! هازان! يا تيتي وينك؟ ملاك! ملاك! أختي! ملاك! خير شبك؟ شو صاير؟ شو في؟ مساء الخير يا جماعة. مو طبيعي الدنيا قديش صغيرة، مو هيك يا طاهر بيك؟ ما بعرف إذا صغيرة ولا لا، بس أنت عم تطلع بوش كتير بهالفترة جينجو تمار. بالله جد؟ والله بتوقع إنه هذا البيت بخصني، فهمني مين اللي عم يطلع بوش التاني يا بطاط؟ يا بنتي أنت ليش هربانة منه؟ عم تقلها بنتي؟ هاي بنتي أنا، وأنت ما دخلك أبداً. ملاك؟ يلا خلينا نمشي، يلا. أنت شو جابك لهون ولك؟ حلو، حنيفي خانو، والله ما كنت شايفك. ما شاء الله، ما شاء الله، مثل الحصان، كأنه ما عم تكبري. اسمعي، إذا بدك دكتور أو شي دواء غالي مثلاً أو أي شي تاني بتحتاجيه، أنا موجود بالخدمة وبتعرفي هذا الشي، ما هيك؟ ماني بحاجتك أبداً، وبإذن الله أنا رح موتك قبل ما موت. حنيفة، بلا تلطيف الجو تبعك هلأ. يلا بنتي، خوفتين عليك من صاص الليالي. ليش لا تهربي؟ شو كان في لزوم لتصرفك هاد؟ ملك مالا هربانة، هي عاملة زيارة لأختها. سمعت، هي مانا هربانة، جاية لتزور أختها بس. يلا طاهر، أنت ما تتدخل. والله يا جنجو بيك وصلت متأخر كتير، لأنه تدخلت ومشي الحال. يلا بلا مشاكل عند هالمسا، امشي بطريقك. مبين البنت مرعوبة، ولهيك اتركها مع أختها هي الليلة. شبكي ملك؟ شبكي حبيبتي؟ قليلي شو الموضوع؟ ها؟ بس حكيلي، احكيلي ليش خايفة؟ ملك، شو عملت بأختي ولا حقير؟ شو عملت بأختي؟ فهمني كل القصة. أني اتخانقت أنا وأمها، ما في شي. واللي بعمر ملك بتأثروا بهالشغلات. أنت روقي هلأ وما عليكي. هزان، بدي أخذ ملك، لأنه لما طلعت من البيت أمك كانت عم تبكي ودموعها مثل المطر، وقالت لي وعك جينجو إذا بترجع من دون بنتي ملك، والله ما بتعرف شو ممكن ساوي، بخاف منها، ما بتعرف شو بيطلع براسها، والله بخاف. قالت لي بتروح بتجيب بنتي وإلا شو. يلا أحكي. والله أنا بهاي الفترة ماني عم أعرفها بنوب. أمك عم تعمل حركات مثل المجانين، مخوفتني عليها. هي بدها بنتها ملك تضل جنبها على طول، وبس تكون جنبها بيضلوا عم يتخانقوا، مو مزبوط ملك؟ انت احكي يلا، قولي لها لأختك، مزبوط كلامي؟ نقلع من هون يا واطي. لا اوعك خالتي. خالتي تيتي، تيتي كرمالي روقي، فوتي لجوا. تيتي فوتي لجوا. لا وقت ينقلع هذا الندل، فوت على بيتي هزان، تركيني هلا، عطيني الجفت. طيب خلص رح يروح، فوتي لجوا. تيتي طيب ماشي. تيتي يلا ليتني جبت الجفت لو سمحتي. يلا خالتي فوتي. هدي حالك، فوتي ارتاحي. امي شو بكون؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.